مع ارتفاع درجات الحرارة، نصائح لترشيد الاستهلاك والتحكم في فاتورة الكهرباء. مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. تزداد أهمية ترشيد الكهرباء خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة اللي بتشهدها مصر خلال الفترة الحالية، واللي بتخلي معظمنا يستخدم مكيفات الهواء، وده لتلطيف الجو وتخفيض درجة الحرارة أكبر قدر ممكن. عشان كده مهم جدا ترشيد الطاقة الكهربائية، وده عشان نتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستهلاك سواء في فاتورة الكهرباء أو اتباع بعض العادات غير الصحيحة اللي بتسبب عطل الأجهزة. طب ايه هي النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء؟ اولها اغلاق الانوار داخل المنزل في الغرف الفارغه، وفصل التيار الكهربي عن الاجهزه غير الاساسيه عند مغادره المنزل. تاني حاجه عمل صيانه دوريه للاجهزه لاكتشاف اي خلل يؤدي الى زياده استهلاك الطاقه. وبالنسبه لاستخدام التكييف واللي ما فيش غنى عنه خلال الفتره الحاليه، وده بسبب ان درجه الحراره بتوصل اوقات ل 37 واكتر، فما فيش غنى عن استخدام التكييف، والطريقة الصحيحة والأمثل لاستخدامه والدرجة الأنسب للتكييف هي درجة 25 مئويا اللي بتخلي الهواء يفصل تلقائيا للراحة ويعيد التشغيل مرة أخرى. ممكن تقفل التكييف فترة قبل المغرب، وفتح الشبابيك ده هيقلل من الضغط على التكييف وكمان هيقلل من استخدام الكهرباء. نيجي لاستخدام بعض الأجهزة الأخرى والطريقة الصحيحة لاستخدامها. بالنسبة لاستخدام المكوى، يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا، وده لخفض الاستهلاك. أما بالنسبة للتلاجة، تقليل الفتح المتكرر لباب التلاجة اللي بيؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد وقتها استهلاك الطاقة لاسترجاع درجة التبريد المطلوبة مرة أخرى. بالنسبة لاستخدام غلاية المية، ينصح بالاستغناء عنها، وفي حالة استخدامها نستخدمها بشكل صحيح، وده من خلال وضع كمية المياه المطلوبة فقط وقت استخدامها وعدم وضع كمية أكبر من اللزوم. كمان وزارة الكهرباء والطاقة خصصت خط ساخن رقم 121 لاستقبال الشكاوي والاستفسارات عن انقطاع الكهرباء أو إن الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة. يعني زي ما قلنا لحضراتكم في بداية نشرتنا الإخبارية، مجموعة النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء زي تشغيل التكييف على درجة 25، وإن احنا نقفل النور الغرف اللي مش موجودين فيها، ده غير تجميع الملابس اللي محتاجة تتكوي نكويها مرة واحدة. أما بالنسبة للتلاجة بلاش نفتحها بشكل متكرر. وبكده مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، نكون وصلنا معاكم لنهاية نشرتنا الإخبارية. نشوفكم في نشرات أخرى على خير.